وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام. الأهلي يواجه بتروجيت في برج العرب بسبب أتلتيكو مدريد. ومن الجمهورية الأهلي يخسر نقطتين جديدتين في الصراع على صدارة الدوري. من المساء البدري اتظلمنا في ضربة جزاء والدوري لنا. ومن الوفد الأهلي يواصل تدريباته بعد التعادل أمام طنطا. ومن الوطن تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي بسبب الخليج. من الشروق اجتماع حاسم في الأهلي بين الخطيب والبدري. ومن اليوم السابع الأمن يوافق على حضور 60,000 مشجع لودية الأهلي وأتلتيكو مدريد. من فيتو البدري يجتمع مع لاعبي الأهلي لإيقاف نزيف النقاط. ومن الأهلي دوت كوم البدري غير راضي عن أداء لاعبي الأهلي أمام طنطا ولدينا أزمة سنجد لها حل. من يورو سبورت عربية الأهلي واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع طنطا. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهارده في 16 ديسمبر من عام 2009 الأهلي يفوز على الجونة بهدف نظيف في الأسبوع 14 من الدوري الممتاز. أقيمت المباراة على استاد القاهرة الدولي وأحرز هدف اللقاء فرانسيس دوفوركي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.